هذه الفنون زهرها اصفر، ورقها قصير، فيها شوك قصير جدا مليئه بالشوك. هذا الحلم، شوف ورده، انواع الورد في الراس والحنايه، شفت الانحناء سبحان الله، كان شفت الانحناء ينحني ثم يطلع الورد. شوف الفرع الاخر، شوف الفرع الثاني، شوف الفرع الثالث، شوف الفرع، سبحان الله، ويبدا الورد يظهر من فوق من الاعلى. شوف هذا احمر خافت، ابيض، بنفسجي، جميع الالوان، جميع الالوان يطلعوا. شوف ورقته، طبعا في شوك صغير مثل اشباب الفنون. هذه طبعا من انواع الفنون، وهي هذا وردها احمر، واحد يسميها الكحلاء او الكحيلاء او الكحيل، في من يسميها الكحيل، وفي من يقول الكحلاء، وفي من قال الحمحم، وهذا ورقها كبير لاجل عشان الورق، ولكن ليست بالحمحم، وفي من قال هذه الحلم، وهي ما هي بالحلم. شوف هذه الكحلاء.